السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعين قناة خديجة أم فاتي. مرحبا بكم معي فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنبارطاجي معكم المخيمرات اللي معمرين بالشحمة والخضار الفلافل والبصلة، كيجيو زوينين كيجيو غزالين بزاف. إن شاء الله تجربوا الطريقة ديالي اللي هي معتمدة عندي، وكيجيو قطنيين مع السير اللي غندير مع العجينة، فكيجيو زوينين بزاف. إن شاء الله ديروا الطريقة ديالو ونجحوا معاكم. لكتو أول مرة كتزوروا القناة ما تنساوش تابوناو معايا وتضغط على الجرس كيوصلكم كل جديد فضلا منكم وليس امر، وما تنساوش اللايك. اي واحد شاهد لا فيديو كنطلب منه يدير لايك، فكيجيو زوينين بزاف كيف كتشوفوا، قطنيين ورطبين وكيجيو يا سلام. ان شاء الله يا ربي ديروا الطريقه ديالي المعتمده عندي وزوينين. البنات ما تقنعوش منهم غزالين، ولادي كيحماقوا لي عليهم زعما. ان شاء الله ما تنساوش الضغط على الجرس يوصلكم الجديد، واللايك البنات والتعليق يكون بحالكم محفز اللي كيحفز القناه ان شاء الله يا ربي. ها انتم كي تتشوفوا معايا كيجيو زوينين وقطنيين، والعجين ديالهم يا سلام. غتشوفوا السر النجاح ديالهم ان شاء الله في التحضير، كيجيو زوينين بزاف. شكرا لكم كاملين الجداد، ومرحبا مرحبا بكم قدام دار دارهم. شكرا لكم دون استثناء. بسم الله على بركة الله. عندي هنايا المقادير اللي هي عندي فلفله كبيره حمراء مقطعه رقيقه، فلفله كبيره خضراء هي مقطعه رقيقه، واحد الجزره مويان اللي حكيتها في الحكاكه، وهنا عندي الزيتون الخضر اللي مقطعته ورقيق. هنا عندي جوج ديال البصلات كبار مقطعين رقاق، واحد 125 غرام ديال الشحمه اللي حكيت كانت عندي في المجمد. هنا البهارات عندي شويه الكمون، شويه الابزار، شويه سكنجبير، الطحميره، الخرقوم كي تتشوفوا معايا. هنا عندي شويه ديال الفلفله الحاره اللي قطعتها رقيقه ما تواجدش عندي الهريسه، ودرت هذه وشويه ديال الملح حسب الذوق. عفوا. هنا غادي نجيب مقلاه فاش غادي نشحر هاد اللي غادي نشحروا فيه هاد الحشوه هذه. غادي ندير جهد شي معلقة مع مراش ديال الزيت النباتيه، مع انه دايرين الشحمه فما كاينلاش نقوي الزيت. درت كيما قلت لكم جهد معلقه مع مراش ديال الزيت النباتيه. غادي نخوي ديك الشحمه والبصله، يمكن كونوا بغيتوش ديروا الشحمه فديروا الكفته نفس المقادير، انما ديروا عوض ديروا الشحمه ديروا الكفته، ولكن بالنسبه ليا احسنهم هي الشحمه، كيجيو رطيين وتيجيو زوينين. غادي نخوي الفلافل، فلفله خضراء وفلفله حمراء في المقلات، وغادي نشحر ان شاء الله الكل. نزيد على ديك الجزاره فهي اختياريه، ولكن كتجي زوينه مزيانه للوليدات الصغار هكا اللي ما كيبغوش ياكلوا الجزار. الزيتون نخليه حتى لاخر لحظه ملي غطيب لنا الحشوه هو الربيع. نزيد البهارات اللي ذكرنا او العطريه، نزيد هذيك الحاره اللي ما عندوش مع الحار ممكن يتفاداه، وشويه ديال الملح حسب الذوق. غادي نحط الكل اللي تشحر على البوطه، نشحرو مزيان حتى تنشف لينا هذيك الحشوه باش ما تسيحش لينا ملي نكونوا نحضروا. هنا غادي نسرع معكم لا فيديو لانه جاني طويل. كي تشوفوا هي نشفات، خليتها بقيت ندي ونجيبها. زدت الربيع كان عندي في المجمد، والزيتون حتى لاخر لحظه عاد زدت هاد المكونين جوج بالنسبه للربيع والزيتون. صافي راهي نشفات، يعني ما بقاش فيه داك الماء باش ملي نبغيو نعمرو بها. هنا غادي نحضروا العجين ان شاء الله. عندي 400 غرام ديال الدقيق الفورس، عندي 200 غرام ديال الفينو، ومعلقه ديال الخميره، ومعلقه ديال السكر سنيده، واحد المعلقه كبيره ديال الحليب بودره. هنا درت في الوسط درت الخميره والسكر باش يفعلوا يزيد هذيك المعلقه كبيره ديال الحليب بودره او الملح. وغادي نعجن العجين ولا نحضرها يعني بشكل عادي كيف ما كنديروا هذا، غير انما الدلك ما تنساوش تعجنوا العجينه ودلكوها مزيان. انا درتها معاكم هكا يعني في القصريه، ماشي كلشي عنده العجانه، فتعمدت باش نديرها هكا باش الكل يحضرها، ماشي كلنا عندهم العجانه. كان عندكم العجانه ديروه في العجانه، غير هي عجنوها مزيان 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 يعني خفيفه تكون العجينه، هذوك هو سر النجاح. بالنسبه للحليب بودره كيعطينا الهشاشه وكيجيو لذاد. الا ما عندكمش متواجدش ماشي مشكل،
كنبقى ندير رشيشه كل مره، رشيشه ديال الماء وندلك مزيان ونتف هذيك العجينه، نتفها مزيان، ندلكو مزيان مزيان البنات. صافي ها هي من بعد ما ولات رخوه وتعجنات مزيان، غادي نخليها ترتاح، نغطيها واحد 20 دقيقه. من بعد ما ارتاحت 20 دقيقه تضاعف الحجم ديالها، غادي نجيب شويه الزيت باش غادي ندهن يديا. سرعت لكم الفيديو لانه راح طويل. ها هي كيفاش ولات، عفوا. غادي نحضر كويرات اللي هما في الحجم تقريبا شي 8 غرام، وغادي ما تكبروش كويرات بزاف لانه غادي نديرو جوج وحده فوق وحده. الا كبرتهم بزاف غادي تجيكم هذيك المخيمرات كبارين وما يجيونيش مسولين. وغادي نديرهم هنا في هذا البلاطو، نستفهم ونعقل عليهم الاوله بالاوله والتاليه بالتاليه باش نكون بسط فيهم ويجيونا عاطينا الطوع. صافي من بعد ما كورتهم كاملين، هنا غادي جبت الحشوه اللي سخنتها شي شويه لانه فيها الشحمه بردات شويه وتعطينا حتى العجينه تخمر في الساعه في ساعه. هذاك الشيء علاش دفيت شي شويه ديك الحشوه باش تساعدنا ثاني في الاختمار المره الثانيه ديال المخيمرات. عفوا. غادي نبسط هذيك الكويره الاولى ومع استعانه شويه ديال الزيت بين اصابعي، وفي القصريه هذا ندير شويه ديال الدقيق، الدقيق الابيض، ما ديروش الفينو لانه غادي تحرق لكم في المقله ويعطينا واحد المروريه ولون، نديرو الفورس يعني الدقيق الابيض. غادي نديرو في الطاوه هذه، ريتها ما نبسط الاخرى، هاد الطاوه هذه هي اللي غادي نخليهم يخمروا فيها. هي برمت عليا تما باش بشويه بشويه عليا. هنا غندير جهد معلقه في الحشوه، ما تكثرش حشوه بزاف وما تبسطوش العجينه كامله باش ما تخرجش من جنب. غادي نقصوا العجين مزيان من جنيبات البنات باش ما تخرجش لنا هذيك الحشوه. صافي نبسطها شويه وغادي نستفهم في الطاوه اللي نفرشاها بالمنديل هكا. من بعد غادي ندفيهم مزيان، نغطيهم باش يختمروا لنا المره الثانيه. والسر ديال المخيمرات هو الاختمار، يعني لما خمروش ما كيجيونا زوينين وكيجيونا مدق زين. صافي بهذه الطريقه هذه كي قلت لكم ما تحاولوش تبسطوا هذيك الحشوه على وجه العجينه كامله باش ما تخرجش. صافي كنقرصها تجينا على هذاك السمك، يعني ماشي غليظه ماشي رقيقه. كنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكل كيف شفتوا معايا، يعني كتبسطوهم نفس القياس. صافي وكندير بحال ما هكا حتى تسالي كلشي، وما تنساوش تقرصوها مزيان من الجنيبات باش ما تخرجش لكم الحشوه. وكنبسطها السمك اللي انا بغيت. هنا رانا غادي نخليتهم حتى يختمروا. هنا من بعد ما خمروا راني جبت مقله الغليظه وخشيتها بشويه ديال الزيت وبديت كنطيب دابا كي تشوفوا معايا، يعني كندير رشيشه خفيفه ديال الزيت في الاول ومن بعد عاوتاني كندير رشيشه خفيفه من الفوق المخيميره باش كتحمروا لنا النار تكون يعني متوسطه يعني ناقصه شويه باش ما تخطفهمش لنا العافيه وما يجيونا زوينين. ها كي تشوفوا انا بديت كنطيب هنايا كيشو، يا سلام محمرين غزالين زوينين كيشهيو. ان شاء الله ديروا هذه الطريقه المعتمده عندي، كيجيو غزالين البنات، حاولوا توجدوهم. هنا وليت كندير بثلاثه لانه راه هما كبار بزاف وباش نسربي عوض مقطعي وحيده وحيده. اللهم ندير هكا. صافي تنبقى نرش شويه ديال الزيت، غير شويه البنات ماشي تسمعوا الزيت تكثر، غير شويه. ها هما من بعد ما طاب ويا لالا ويا لالا الحق والطريق. نتمنى عجبكم لا فيديو، جاوا غزالين كيشهيو. نتمنى عجبكم لا فيديو، الا عجبكم ما تبخلوش يا لايك واشتراك. نقول لكم شكرا لكم كاملين ما شاء الله. شوفوا هذه البركه شحال، هذاك القياس ديال الدقيق شحال خرج ليا، خرج ليا كميه لا باس بها ما شاء الله. شوفوا كيفاش كيجيو، كيجيو واعرين وزوينين بزاف. تبعوا ان شاء الله هذه الطريقه، ها انتم قسمه معكم كيجيو زوينين البنات، كيحماقوا عليهم ولادي هاد المخيمرات هادو. وما بقى لي الا نقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله. ان شاء الله نكون خفيفه عليكم، سمحوا لي ما كننزلش كل مره غير مع الوقت. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن حال واحوال باذن الله.